أصدقاء قناة تعليم والتعلم، مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الفيديو الجديد والذي سوف نقوم فيه بالإجابة على اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية للسنة الثالثة ابتدائي. قبل البدء في حل الاختبار، رجاء منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلكم كل جديد. إذن الوضعية الأولى، اختاروا الحالة التي تسببها التصرفات التالية وألونها: الإفراط في الأكل، ماذا يسبب؟ النعاس، الهزال، السمنة، التسوس. الإفراط في الأكل يسبب لنا السمنة، لماذا؟ لأنه الإفراط في الأكل قد يعطي جسمنا أكثر مما يحتاج، وبالتالي يذهب بعض الطعام ويخزن كشحوم فقط وتسبب لنا السمنة. الأكل بسرعة، ماذا يسبب لنا؟ يسبب لنا تعب في المعدة، لأن الأكل في بسرعة وعدم مضغ الطعام جيدا يجعل المعدة تتعب. الوضعية الثانية، أصنف في الجدول ما يلي: أنظف أسناني، لا أكثر من تناول السكريات والمواد الدسمة، أضع الفضلات في سلة المهملات، أحافظ على نظافة القسم، تطهير الخضر والفواكه بالماء، أتناول الأطعمة الصحية، لا أتناول الدواء دون استشارة الطبيب، أتناول وجبات غذائية متوازنة. إذا نصنف هذه العبارات حسب الجدول: أحافظ على صحتي وأحافظ على نظافتي. حسنا، التي في هنا في هذا الفيديو سوف نقوم بالإحاطة بالعبارات التي من المفروض أن نضعها داخل خانة أحافظ على صحتي بالأحمر كما هو العنوان، والعبارات أحافظ على نظافتي سوف أقوم بتلوينها وإحاطة عليها بالأزرق. إذا أنظف أسناني، أحافظ على نظافتي، سوف أستعمل الأزرق، لا أكثر من تناول السكريات والمواد الدسمة، هذه مكانها هنا أحافظ على صحتي، إذا نلونها بالأحمر. أضع الفضلات في سلة المهملات، عبارة متعلقة بأحافظ على نظافتي. أحافظ على نظافة القسم، نفس الشيء، أحافظ على نظافتي وألونها بالأزرق. تطهير الخضر والفواكه بالماء، طبعا تطهير الخضر والفواكه بالماء من أجل المحافظة على صحتي، لأن النظافة والصحة في الحقيقة شيئان مترابطان، لأنه من أساسيات المحافظة على الصحة المحافظة على النظافة، وبالتالي تطهير الخضر والفواكه نضعها في خانة المحافظة على الصحة. إذن سوف أستعمل الأحمر. أتناول الأطعمة الصحية، طبعا أحافظ على صحتي، واضحة جدا. لا أتناول الدواء دون استشارة الطبيب، أحافظ على صحتي. أتناول وجبات غذائية متوازنة، أحافظ على صحتي وألونها بالأحمر. حسنا، نواصل مع الوضعية الثالثة. ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة: أشغل مدفأة الغاز أو الكهرباء دون استئذان والدي، طبعا هذا خطأ. أغلق الحنفية بعد كل استعمال، سلوك سليم وصحيح. ترك الأطفال يعبثون بالأجهزة الكهربائية، سلوك خاطئ وخطير. عند وقوع حادث كهربائي أقطع التيار الكهربائي أولا، نعم صحيح، أول شيء لابد من قطع التيار. الوضعية الإدماجية: أكل رائد بسرعة في استراحة المدرسة حبة برتقال، كيس رقائق البطاطا، خبز بالجبن، 5 حبات حلوى، قارورة مشروبات غازية، وقطعة شوكولاتة، كل هذا دون أن يغسل يديه. وعندما دخل إلى القسم أحس بألم شديد في بطنه فنقل إلى المستشفى. عدد مجموعة الأغذية التي تناولها رائد. إذن ماذا أكل رائد؟ تناول رائد حبة برتقال، 1، رقائق بطاطا، 2، خبز بالجبن،
ثلاثة 5 حبات حلوى 4 قارورة مشروبات غازية 5 قطعة شيكولاتة 6 كل هذا دون أن يغسل يديه. وعندما دخل إلى القسم أحس بألم شديد في بطنه فنقل إلى المستشفى. إذا مجموع الأغذية التي تناولها رائد 6 أغذية 6 أطعمة 6 أشياء. طبعا هذا كثير بالنسبة ل 6 أطعمة أو أغذية. صنفها إلى أغذية صحية أغذية غير صحية. ما هي الأغذية الصحية؟ الأغذية الصحية حبة البرتقال غذاء صحي، كيس رقائق البطاطا ليس غذاء صحيا، خبز بالجبن غذاء صحي مع عدم الإكثار من الخبز، 5 حبات الحلوى ليس غذاء صحيا، قارورة مشروبات غازية ليس غذاء صحيا، قطعة الشوكولاتة ليس غذاء صحيا. إذا فقط الأغذية الصحية هي حبة البرتقال والجبن، باقي الأغذية ليست صحية. ما هما القاعدتان الصحيتان اللتان لم يلتزم بهما رائد؟ إذا القاعدتان هما تناول ببطء أو بروية، القاعدة الأولى هي الأكل بهدوء. القاعدة الصحية الثانية التي لم يحترمها هي تناول غذاء صحي ومتوازن. إذا هناك قاعدتان لم يحترمهما. أذكر آداب أخرى للأكل تعرفها. الآداب الأخرى للأكل هي الجلوس، غسل اليدين، الأكل بهدوء، أكل غذاء متوازن وصحي، مضغ اللقمة جيدا، غسل الخضر والفواكه قبل تناولها، واحترام أوقات الأكل. لابد أن نعود جسمنا ونعود أنفسنا على التناول في أوقات منظمة وأوقات مرتبة. يجب أن نتجنب الأكل العشوائي مبعثر، في كل مرة آخذ شيء آكله، في كل مرة آخذ شيء آكله، لأن هذا التصرف ليس صحيا أبدا. وبهذا نكون قد أنهينا حل اختبار التربية المدنية، الفصل الأول في التربية المدنية عفوا، للسنة الثالثة ابتدائي. إلى اللقاء في فيديو آخر.